كنت سهرانه لوحدي ورحت اتاكد ان البيت كله نام، ومشيت على ترتيب صوابعي عشان اصحي يوسف بسرعه قبل ما حد يصحى. واهم حاجه كنت اتاكد منها ان تيتا في سابع نومه. دخلت يوسف الاوضه لقيته بياكل رز مع الملايكه، ولعت النور وقررت اصحيه من احلى نومه عشان اللي مستنيه احلى. وعايزه اقول لكم يوسف نومه تقيل جدا. ايه الواد اللي مش عارفين يرقصوا من رجله ده؟ انت يا ابني انت. صاحبي اتعصب عليا بيقول لي عايزه ايه. قلت له يلا بسرعه مفيش وقت والبيت كله نايم، ده الوقت المناسب يلا. يوسف سالني هو الصندوق فين، قلت له عند سوسته فوق ثانيه نادي عليه. زعق لي وقال لي لا طبعا. قلت له في ايه يا ابني؟ قال لي هصحي البيت كله يعني. قلت له عندك حق بصراحه، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ جات لي فكره. قال لي فكره ايه؟ قلت له احنا مش هننادي على سوسته، احنا هنكتب له ورقه مكتوب فيها ارمي الصندوق العشوائي يا سوسته. ويوسف بهرته الفكره، بس المشكله هنحذفها ازاي لسوسته؟ يوسف قال لي عندي فكره. قلت له اللي هي؟ وقررنا نحطها في مشبك ونحذفها لسوسته. واخيرا البوكس العشوائي وصل من سوسته. نزلت فيديو صندوق العشوائي المره اللي فاتت وانت شفتوه، قلت خلاص دي اخر مره بقى، خلاص بقى جربنا مرتين والدنيا تمام يعني. لقيتكم عمالين تقولوا كنت عايزين تاني كنت عايزين تاني، انا ما اقدرش اقول لكم لا. زائد بقى ان انا اصلا بحب جدا اكتشف معاكم وبحب نجرب حظنا مع بعض، وزي ما وعدتكم انا قليت شويه في الليفل علشان نشوف هتجيلنا ايه. بس انا ملاحظه ان الصندوق صغير، يعني انا ملاحظه ان انا بعلى بس الصندوق بيظهر، يعني انا مش عارفه وربنا يستر. وتعالوا نجرب ونفتح ونشوف المره دي ايه. المره دي اخف يا جو. والصندوق اصغر. انا حسيت. يلا بينا مش طول عليكم نشوف ايه اللي في الصندوق العشوائي المره دي وان شاء الله خير. لا والله يا جماعه سيبوا المفروض يبقى في حاجات احلى لو فاكرين الحاجات اللي جات لنا قبل كده يعني. صغير وخف بجد، بكلمكم بجد يعني. ده بتاع الفيديو اللي فات، انتوا متخيلين الفرق الحجم؟ مع ان ده ارخص من ده. طيب يعني يوضع سره في اضعف خلقه. تعالوا نفتح ونشوف كده ايه الدنيا. ما تبصيش. مش هبص. مش عارفه ما ابصش ازاي طب ما انا بفتح. او يعني اسحبي زي ما تيجي. بس. ماشي. انت ما تقوليش بقى. ماشي. استنى. مش قادره ما ابصش. لا لا يلا. انا لو جات لي سماعات تانية. لا لا. شيلي اول حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ اير اف 9 برو دي ايربودز يعني وكده؟ الله لا جامده، بدات اتفائل جدا. دي اول هديه في الصندوق العشوائي. يا جماعه هي في حاجه مرسومه على العلبه اوبن، انها بتستخدم كباور بانك كمان. ما بصيش. ماشي. دي الفاتوره. اوكي. مايك. والله يا جماعه الحاجات عجباني جدا. ايه ده باور بانك. اكتبوا لي ايه رايكم في الحاجات لحد دلوقتي، انا بصراحه حاساه اجمد بوكس جالنا. طبعا الكترونيات برضو لان مفيش اصلا غير البايع ده هو اللي بيعمل الصندوق العشوائي، ولكن حاجات طبعا بتبقى مختلفه. فكره التجربه حلوه جدا بصراحه. جاهزين للي جاي؟ ده مسند للمكتب، ديسكتوب فون هولدر. نشوفهم مع بعض. في حاجات تانية بس الحق. ايه ده؟ ده بيعمل ايه؟ ايه ده يا جماعة؟ البان بالشحن ولا ايه؟ المفروض ان ده الكترونيات والله. لا ضحكت. ايه ده؟ هو في ايه بجد؟ هو ايه ده؟ هو ماله يا جماعة؟ ايه ده بقى؟ ده بونبوني ده ولا ايه ده؟ ما هو اللي يطلع له البان يطلع له بونبوني. لا ده كبي. طيب ايه ده بقى؟ تقريبا ده بتعلق على ظهر التليفون او حاجه. اوكي التاني. اوكي كده مفيش حاجه تاني. دلوقتي بتعملوا ايه؟ تيتا ايه اللي صح حضرتك دلوقتي؟ محتاجه حاجه اجي اعملها لك؟ ما جاليش نوم، قلت اما اجي اقعد معاك. انت يا بنت جبتي صندوق عشوائي تاني؟ انت ما بتهرميش؟ جيب لي يا بنت. بص ايدك وطي صوتك، بص ايدك وطي صوتك وهحكي لك كل حاجه. ما حدش يعرف؟ لا
ابوكي ما يعرفش انك جبتي تاني؟ ابوس ايدك ما تقولهوش. لا خلاص ما دام ما يعرفش خلاص هسكت خالص. يلا فرجيني بقى على كل حاجه. ايه ده بقى؟ ده مسند للتليفون يا تيتا بتاع المكتب. طب ما حلو قوي ده. هيك اسمعكيش تليفون حديث يعني وكده. اخلي الواد عادل يجيب لي هجام من بلاد بره. او انت بقى تجيبيلي نوفر لعادل. ايه تاني؟ دي سماعات. ده عشان تيتا مش بتسمع كويس؟ لا لا يا تيتا دي سماعات بتتوصل بالتليفون برضو. تنفع تنفع. وده ايه ده؟ ده بقى مستحيل حالك تكوني محتاجاه ولا عايزاه. ده باور بانك يا تيتا. لو بصي بيشحن الموبايلات والحاجات دي. ايه تاني؟ ومايك. من حلاوه صوتك يعني هتغني ولا ايه؟ مش فاهم. لا بصي تيتا ده حضرتك بتوصل بالتليفون عشان الصوت في الفيديو يبقى حلو وكده يعني. واخده بالي. طب حطي بقى كله في العلبه لحد يشوف. حطي كله في العلبه. صح يا تيتا صح. بداتي تخافي عليا. حاضر. طبعا انا مش فاكره ايه. هخبيها انا بقى عشان لو حد صحي. راح فين بس؟ استني هاتي بقى الكاتشونه دي كده. اتفضلي يا تيتا. وطي صوتك عشان ما حدش يسمع. ما تقلقيش ما تقلقيش عشان لك في حته ما حدش يعرف لها طريق. لا يا تيتا دي الحاجه لسه.